مع التمرين الأول خاص بالإحصاء، اللي 5 نقاط مدته 30 دقيقة. إليك النتائج التالية التي تمثل بالدقائق المدة الزمنية التي يستغرقها كل تلميذ من البيت إلى المدرسة. الفوج مكون من 29 تلميذ، 29 تلميذ نحضرهم ونسألهم. نسأل التلميذ الأول فيقول أحتاج إلى دقيقتين، التلميذ الثاني يحتاج إلى دقيقتين، التلميذ الثالث يحتاج إلى ربع ساعة، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، الثامن يحتاج إلى 45 دقيقة، 19، 11، 12، 13، 14، التلميذ رقم 14 يحتاج إلى 75 دقيقة، 15، 16، 17، 18، 19، 20، التلميذ رقم 20 يحتاج إلى 45 دقيقة، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، التلميذ رقم 28 يحتاج إلى 70 دقيقة لكي يصل إلى المدرسة، معناه ساعة وعشر دقائق. أول سؤال، ضع البيانات السابقة على شكل جدول يتضمن التكرار لكل قيمة والتكرار المتجمع الصاعد. نرسم الجدول ونلاحظ أصغر قيمة، الاثنين هي أصغر قيمة، تبقى الاثنين، تبقى الاثنين، تبقى الاثنين، هناك ثلاثة، تبقى الاثنين، تبقى الاثنين، تبقى الاثنين، إلى تبقى الاثنين. نعم، أصغر قيمة هي الاثنين. من اثنين ننظر إلى قيمة ثلاثة، هل ثلاثة موجودة؟ الاثنين، الثلاثة موجودة، نعم، نضعها في الجدول. من ثلاثة الأربعة، هل هي موجودة؟ نلاحظ الجدول، لا توجد الأربعة. ثم ننظر بعد الأربعة خمسة، نجد الخمسة. الستة، الستة غير موجودة. السبعة غير موجودة. الثمانية غير موجودة. التسعة غير موجودة. العاشرة موجودة. الإحدى عشر غير موجودة. اثنى عشر غير موجودة. ثلاثة عشر، أربعة عشر غير موجودتين، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر غير موجودة، إلى 20، ثم إلى 25، 30، 45، 60، 65، 70، 75. هذه القيم الموجودة. الآن ضع البيانات السابقة على شكل جدول يتضمن التكرار لكل قيمة. إذا وأولا كان خانة القيمة أولا، ثم خانة التكرار. نبدأ في حساب تكرارات القيمة. اثنان، واحد، اثنان، ثم ثلاثة، ثلاث قيم، الاثنان ثلاث قيم، نلاحظ الثلاثة، الثلاثة هنا مرة واحدة، الخمسة مرة، اثنان، ثلاثة، ثلاث مرات، العشرة مرة، الخمسة عشر مرة، اثنان، ثلاثة، العشرون، العشرون مرة، الخمسة وعشرون، الخمسة وعشرون مرة الأولى والمرة الثانية، 30 المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، 30 5 مرات، 45، 2، 3، 4،
خمسة، 5 × 4 5 مرات، 60. 60 مرة واحدة، 65 مرة واحدة، 70 مرتان، 75 مرة واحدة. التحقق هنا في هذه المرحلة كيف يكون؟ أننا محينا كل الأعداد. الآن يتضمن جدول الجدول، يتضمن التكرار لكل قيمة. هنا هذا السؤال، التكرار المتجمع الصاعد، هنا 3 3، ثم 3 + 1 4، 4 + 3 7 زائد 1 8 زائد 3 11 زائد 1 12 زائد 2 14 زائد 5 19 زائد 5 24 زائد 1 25 زائد 1 26 زائد 2 28 زائد 1. هذا بالنسبة للجواب رقم 1. طبعا الجواب الموجود في الكتاب المدرسي توزيعات تكرارية، تكرار قيمة للطبع الإحصائي، والتكرار المجمع الصاعد لقيمة، هنا مثال له، وقد رأيت هذا في الدرس بالتفصيل. بالنسبة للسؤال الآخر سيتكلم عن الوسيط، لتكون سلسلة إحصائية ذات متغير متقطع قيمه مرتبة تصاعديا، تكرارها كل آن في هذه الحالة عد من آن يساوي 29. نسمي الوسيط لهذه السلسلة العدد الذي نرمز له بالرمز، والمعرف كما يلي: عدنا 29 تساوي 2 × 14 + 1، 14 + 1 كم تساوي؟ 15. إذا الوسيط سيكون هو القيمة ذات الرتبة 15. بالنسبة للوسط الحسابي نطبق هذه القاعدة، عدنا القيم وعدنا تكرارها، نستخدم هذه القاعدة، الوسط الحسابي نستخدم فيها القاعدة. السؤال الثاني، احسب المدة المتوسطة والمدة الوسيطية للقيم الزمنية، وعندنا 29 تلميذ، من هو التلميذ الذي له مدة متوسطة؟ لا هو بالقريب جدا ولا هو بالبعيد جدا، نرتب قيمهم تصاعديا، ثم نأخذ القيمة ذات الرتبة 15، بمعنى التلميذ رقم 15 هو الذي سيكون صاحب الزمن المتوسط، لا هو بالقريب جدا من المدرسة ولا هو بالبعيد من المدرسة. الجدول هذا ما معناه؟ إذن الاثنين 3 مرات، 1 2 3، 3 مرة واحدة، 5 3 مرات، 10 مرة واحدة، 15 3 مرات، 20 مرة واحدة، 25 مرتين، 30 5 مرات، 45، 60، 2 3 مرات. معناتها بعد ترتيب تصاعدي 3 تلاميذ يصلون بدقيقتين، التلميذ الأول، التلميذ الثاني، التلميذ الثالث، رتبة 15. التلميذ الذي رتبته 15 يصل في 30 دقيقة، الوقت الذي يحتاجه التلميذ رقم 15 للوصول إلى المدرسة هو 30 دقيقة. 30 دقيقة هي المدة المتوسطة، لا هي بإثنين هي أدنى قيمة، ولا هي ب75 التي هي أعلى قيمة، 30 دقيقة هو متوسط الوصول إلى المدرسة. إذا ما هي المدة المتوسطة؟ المدة المتوسطة هي 30 بالنسبة للمؤشر الآخر اللي هو الوسط الحسابي، 2 × 3 6،
زائد ثلاثة زائد 15 زائد 10 زائد 45 زائد 20 زائد 50 150 زائد 150 زائد 45 في 5 زائد 225 زائد 60 زائد 65 زائد 140 زائد 75 النتيجة تقسيم عدد التلاميذ 29.79 إذا الوسط حسابي هو 29.79 الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من المسألة. الجزء الأول من المسألة كان الطبع متقطع، الجزء الثاني سيكون الطبع مستمر بنفس الظاهرة الإحصائية. السؤال الثالث الجزء ألف، ضع النتائج السابقة في جدول الفئات طول كل منها 20 ظاهرا فيه. الفئات مراكزها التكرار، المجمع الصاعد، التواتر مدور إلى 10 قوة ناقص 2. الآن الفئات من 0 إلى 20، 20 40 40 60 60 80. نحسب عدد التلاميذ الذين يصلون في مدة تتراوح بين 0 و20 دقيقة. نحسب من خلال الجدول السابق العدد المحصور بين 0 و20 هي هذه. من هي القيم التي تنتمي إلى هذا المجال من 0 إلى 20؟ هي 2 3 5 10 15. تكرارها 11، 3 زائد 1 زائد 3 زائد 1 زائد 3 يساوي 11. من هي القيم المحصورة في هذا المجال من 20 إلى 40؟ هي هذه القيم. واحد زائد اثنان زائد خمسة. من هي القيم المحصورة بين 40 و60؟ تكرارها 5. آخر فئة تنتمي إلى مجال 60 و 68 مقبولة هي هذه القيم، عددها 5. بالنسبة لخانة التكرار وضحنا كيف مشت العملية. بالنسبة للمراكز، مركز الفئة هو مجموع الطرفين تقسيم 2، 0 زائد 20 تقسيم 2 10، 20 زائد 40 60 تقسيم 2، 40 زائد 60 تقسيم 2، 60 زائد 80 تقسيم 2. إذا وضحنا هذه الخانة، ووضحنا هذه الخانة. نأتي الآن إلى خانة التكرار المجمع الصاعد. مثل الجزء الأول 11، 11 زائد 8 19، زائد 5 24، زائد 5 29. وضحنا هذه الخانة. تبقى آخر خانة، كيف نحصل على هذا العدد 11 تقسيم 29 37 و9 هنا المدور إلى 10 قوة ناقص 2 38. التكرار تقسيم 29، 8 تقسيم
29. المدور إلى 10 قوى ناقص 2 28. 5 تقسيم 29 6.17. سؤال 3. احسب الوسط حسابي وعين الوسطية. هذا المثال مشابه لمثال كتاب مدرسي، كان طبعا متقطع وضمناه إلى طولها 4 وطلب الوسط الحسابي. الطريقة نعوض بمركز الفئات فقط كما هو موضح في هذا المثال. نرجع للمثال، نستعيد بالمثال السابق. 11 من 10 زائد 30 من 8 زائد 50 من 5 زائد 70 من 5 تقسيم 29. بالمدور 32.76. عين الفئة الوسطية نجم السابق 11 هنا 15 رتبة هنا، إذن الفئة الوسطية 20.40. آخر سؤال، أرسم المظلة التكراري. هذا مخطط الأعمدة يتوافق مع الطبع المتقطع. هذا المدرج التكراري يتوافق مع الطبع المستمر، مخطط دائري وهكذا. هذا مخطط الأعمدة، مخطط بالأعمدة، طبع متقطع، مخطط أعمدة، طبعا مستمر، مدرج تكراري. نفس الشيء، طبعا متقطع، مخطط أعمدة. مدرج تكراري لكن الطبع مستمر. الطبع كان مستمر في الجزء الثاني من المسألة، رغم ذلك طلب المظلة التكراري. درس هذا مظلة تواترات او مظلة التكرارات. ننجز المدرج التكراري، نعين مراكز الفئات ونضبط المظلعات. امثلة عن هذا، مراكز الفئات هنا، مراكز الفئات هنا، مراكز الفئات بنفس الطريقة، مراكز الفئات. نعين مراكز الفئات ونربط بينها. هذا مطلع التكرارات. الفئات 0 20 20 40 40 60 60 80، مراكزها 10 و30 و50 و70. نصل بقطع مستقيمة بين هذه القمم، القمة الأولى، القمة الثانية، القمة الثالثة، القمة الرابعة. القمة الأولى فاصلتها 10 وترتيبتها 11، القمة الثانية 30 و8، والقمة الثالثة 50 و5، والقمة الأخيرة 70 و5. نصل هذه الرؤوس بالمظلة ويكون هذا مظلة التكرارات المناسب للطبع المستمر. اذا هذا تمثيل جديد، مظلة التكرارات مع طبع مستمر. كنا تناولنا في الدرس مظلة التكرارات مع طبع متقطع، هذا مظلة التكرارات مع طبع مستمر.